الشرقية وألف واحد تغطيان أحداث بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت سن 23 عاماً، والتي يحتضنها العراق في بغداد وكربلاء بمشاركة 9 منتخبات للفترة ما بين 12 إلى 20 من حزيران الحالي بواقع 3 مجموعات وعلى النحو الآتي: المجموعة A العراق، الإمارات، الأردن، المجموعة B فلسطين، إيران، سوريا، المجموعة C لبنان، اليمن، عمان، العراق. أرض محبة تسع الجميع.